جديدة من المصدرين بالمرحلة الرابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري بدأوا في صرف دعم الصادرات. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن دفعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري الذي تم إطلاقها اعتبارا من نوفمبر الماضي. معنا اتصال تليفوني عن هذا حول هذا الموضوع مع الدكتورة نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية. دكتورة نيفين، أهلا بيكي معنا. مساء الخير دكتورة نيفين. بداية، احنا دلوقتي طبعا في المرحلة الرابعة، يعني قولي لنا عدد الشركات يعني اللي استفادوا من المبادرة في هذه المرحلة وإجمالي ما تم صرفه من مستحقات في هذه المرحلة. احنا المرحلة دي هي عبارة عن المرحلة الرابعة لنفس المبادرة، هي مبادرة السداد الفوري. فالمرحلة دي كان ليها يومين صرف، يوم 28/12 ويوم تاني 28/2. في خلال اليومين دول صرفنا حوالي 3 مليار جنيه لحوالي 1200 شركة، بس لسه في يوم تاني معانا هيبقى في آخر إبريل إن شاء الله، وده هيكون برضو من ضمن المرحلة الرابعة. طيب إجمالي ما تم صرفه وعدد الشركات المستفيدة من جميع المبادرات منذ بداية المبادرة في 2019؟ فعلا جميع المبادرات بدأت في أكتوبر 2019، وما بدأنا بخمس مبادرات وبعد كده مبادرة السداد الفوري نمرة 6. إجمالي كل ما تم صرفه للشركات المصدرة حتى الآن يعني من خلال كل المبادرات حوالي 32 أو ما يقرب من 33 مليار جنيه. ده مبلغ كبير. طب هل المبادرة يعني حظيت ب يعني ترحيب وإقبال من مجتمع الأعمال بشكل عام؟ طبعا احنا قبل ما نطلق المبادرة دي احنا اطلقناها في نوفمبر 2020، قعدنا مع الشركات المصدرة ومع مجتمع الأعمال وشفنا كده يعني او سمعنا منهم ايه الحاجات اللي هم محتاجينها، وكانت على رأسها السيولة، وعلشان كده جاءت المبادرة دي انها بتدي السداد الفوري، وزي اسمها فمعناها انها بتدي سيولة للشركات المصدرة بشكل فوري. طيب دكتورة نيفين، يعني كلمينا عن شكل التنسيق الموجود ما بين القطاع المصرفي، وزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات لإنجاح هذه المبادرات. الحقيقة احنا في المبادرة رقم 6 اللي هي مبادرة السداد الفوري دخلنا معانا القطاع المصرفي عشان يكون برضو مشارك معانا في النجاح، والحقيقة يعني التعاون المثمر ما بين سواء وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، صندوق تنمية الصادرات، البنك المركزي، والأربع بنوك المشتركة معانا في المبادرة دي كان ركن رئيسي في نجاح المبادرة وفي تنفيذ المبادرة بشكل سريع جدا من أول ما ابتدت كمقترح وتوافق عليها وابتدت تتحط إجراءات التنفيذ فيها. طيب هل نقدر نقول إنه المبادرة فعلا قدرت إنها تحقق الأهداف المرجوة؟ طبعا في اهداف على يعني صعيد الشركات المصدره وفي اهداف على صعيد الاقتصاد الكلي. يعني الاهداف اللي على صعيد الشركات المصدره ان طبعا قدرنا ان احنا نديهم سيوله قويه بال 33 مليار اللي قلنا عليهم، فده اداهم فرصه ان هم يبقوا اكثر تنافسيه في الاسواق العالميه، وان هم يقدروا يكبروا من الطاقه الانتاجيه بتاعتهم، وبالتالي يقدروا يلبوا الطلبات التصديريه. واهم حاجه في يعني كفايده بالنسبه للشركات ان قدروا يحتفظوا بالعماله في ظل ظروف صعبه. صحيح. يعني جائحه كورونا وطبعا فالحقيقه دي برضو يعني احنا حتى من قبل ما كنا بنشتغل على المبادرات ما كناش لسه عارفين ان جائحه كورونا جايه، بس دي كانت برضو احد المزايا الكبيره جدا المبادرة دي قدرت انها تديها للشركات المصدرة. اما على صعيد بقى الاقتصاد الكلي فاحنا الاول سنة السنة دي الصادرات الغير بترولية كانت بتبقى تقريبا في حدود ال 25-26 مليار دولار بقالها عدد كبير من السنوات. السنة دي لاول مرة بنكسر حاجز ال 32 مليار دولار. فده برضو يعني مردود كويس جدا من هذه المبادرات، لان قدرنا ان احنا نزود من صادراتنا. دكتورة نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، بشكرك شكرا جزيلا على هذا الاتصال.